بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سيد الرئيس، سيدات النائبات والسادة النواب، أنا أتفهم نقاط نظام التي تقدم بها السيدين رئيسي الفريقين المحترمين. أولا أؤكد بأنه الحرص ديال الحكومة على الوفاء بهاد يعني الحضور في هذه الجلسات من أجل الإجابة على الأسئلة. الذي حصل هو أنه كان مبرمج نشاط ملكي اليوم في أكادير، وكان عدد من الوزراء اللي كان المفروض يكونوا حاضرين معنا اليوم كان مقرر أنهم غادي يكونوا في التوقيعات ديال بعض الاتفاقيات. وكما تفضل السيد الرئيس، أنه السيد رئيس الفريق المحترم أشار أن هذا من الحيثيات. الحكومة أمس اتخذت قرار ديال لان الاستمراريه ديال المؤسسات، فانتدبنا القطاعات الحكوميه، التعليم والثقافه والتشغيل، زائد الوزاره المكلفه بالعلاقه مع البرلمان، اربعه ديال القطاعات. فبالتالي كاين حرص، ولكن في نفس الوقت شكرا سيد الوزير على التوضيح.